نفسي بتاع حضرتك فندم. دي الغرفه بتاع حضرتك. ميرسي. انا هنا. نعم. ممكن سؤال لو سمحتي؟ اتفضل. اشمعنى انت جناح وانا اوضه؟ انت اسمك ايه؟ السيد. وانا اسمي ايه؟ شيرين. عايزني احجز جناح في اوتيل باسم السيد؟ نتقفش على طول. بصراحه عندك حق. بقول لك. نعم. عشان اطمن بس. لو كانت امي سميتني بوبوس كنت خدت جناح؟ كنت خدت جناح يا سيد. الله يسامحك يا امه. اتفضلي يا هنا. بتعمل ايه؟ الشنطه يا باشا. شنطه دي ما خلاص انا ابن الداده. ده اسمك ايه؟ سيد. حبيب قلبي تعالى في حضن. تعالى. عم شيل يا سيد. وانت عايش بسيد عادي يا اهلي؟ ايه رايك في الرستوران؟ جامد فحت. فحت؟ ابن فجرة يعني. الله عليك، انا عمري ما شفت انت من كده. انت لسه شفتي حاجه؟ هو الاكل مش جاي ولا ايه؟ انا طلبت لك كريمي صوف في الاول، مش بتحبها؟ احنا بالصلاه على النبي نفوت في الحديد. قول لي بقى الكلام القبيح. ايه يا بنت انت عبيطه ولا ايه؟ جرى ايه يا سيد؟ مش انت وعدتني؟ سيري بي. البشكير ده عشان ايه؟ بشكير ايه يا سعيد؟ ده لما تخلص اكل تمسح ايدك. لا 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 لا، انا احب اهطل على نفسي. تهطل يعني ايه؟ يعني الهلط. الهلط على نفسي. يعني ايه تلهلط طيب؟ هبوس ايدك سيبيني اكل بقى. خلاص كل يا سعيد. هنقضيها شوربه ولا ايه؟ فين الهوبر؟ انا طلبت لك كاليفورنيا رولز، انا متاكده ان انت هتحبها. والله اللي تشوفيه في مصلحتي اعمليه. الاكل ده هايل ومثل ان هو هيلثي قوي. مأمورين؟ هيلثي، صحي. على البركه. كابين ايه؟ ايه؟ كابين ايه؟ مش فاهمة يا سيد. دورة المياه. مش فاهم انت عايز ايه؟ دورة المياه! هناك كده اخر الكوريدور. كركر؟ كركر ايه؟ لسه اروح اسأل حد تاني؟ لا اخر الممر ده، اخر الممر. ممر. 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 بكرة الصبح الخبير هيوصل الفندق. كل واحد فيكو عارف هيعمل ايه. أول ما يوصل شيرين هتديكوا الإشارة. بالتوفيق. تمام يا فندم. علي ملي وشيرين هيراقبوا الخبير من أول ما يوصل المطار لحد ما يوصل الفندق. شيرين هتكلم سقاطة تبلغه انه داخل على اللوب. تروح انت يا سقاطة على الريسبشن اكنك بتسأل على نزيل وتحاول تلمح رقم قطه وهو بيستلم الكارت. لو معرفتش هيكون زكي كود جاهز بالكاميرا بيصور الكارت. اللي هيعرف فيكو رقم الاوضة هيديه للسيد والارم، وهم هيروحوا على طول على قط السنترال الرئيسي. وصلوا تليفون قط الخبير على الجناح اللي نازله فيه شيرين، واكيد الخبير هيعوز يتعشى او يشرب حاجه، هيتصل بالروم سيرفيس، يقوم يتصل بالجناح بتاع شيرين. شيرين اللي هترد عليه وتاخد منه الطلب، وهي تطلب من الروم سيرفيس نفس الطلب هيجي على الجناح بتاعها. من فضلك عايز الماكس بريلو وسلطه. تحط له المنوم والسيد يدخله له.
يوم ثلاثة ايام. بعد ما الخبير يتقلب تخشوا بروقان تاخدوا كل البيانات. انت فاكر الحكايه هزار؟ ام فاهم، ما عنديش مشاكل، انا عملت اللي عليا. بلا عملت اللي عليك بلا ما عملتش اللي عليك، انت اللي سماك ذكي طلبه، اكيد في فايلات ما اتقلتش. بقول لك ايه، بص انا جبت لك كل حاجه من على اللابتوب الخبير، وكل الفلاب الفتحة قدامك اهو، من اول صوره هو وامه وحماته لحد الصور والافلام الابيحه اللي كان مخبيها في الهيدن فايلز. خلاص يبقى نطبع افلام ابيحه. ما تظبطوا بقى وليكوا عين تضحكوا، جاتكوا خيبة. احنا خيبة ليه؟ مش انت اللي قلت كمبيوتر الخبير هو اللي عليه التصميم؟ اللي اتكلفنا بيه عملناه بالسنتي. انا مش عايز كتر كلام، اتفضلوا دلوقتي وعلى وقتكم عشان تناموا، وبكره هنتنقل للفيلا الجديدة. يا ترى انهي واحدة فيهم حماته؟